بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم موجة مطبخ ام باسل. النهاردة هنعمل بسكويت العيد بإضافة مكون كده جديد هيعجبه جدا وهيطلع معاكم نتيجة جميلة جدا. وانا يعني عرض عليكم الاشكال اللي انا عملتها، عاملة كذا شكل وقايلة لكم في الفيديو ميزة وعيوب كل شكل. وبصوا البسكويته طالعه زي ما هي، ولا فرشت ولا اي حاجه، بنفس الحجم اللي انا عاملاها. وعاملاه بالبلبله او الاشكال اللي هي اليدويه، مش بمكنه خالص. عامله كذا شكل، بصوا السوا بتاعه جميل جدا. في اضافه مكون واحد بس هو اللي هيفرق معاكي في الطعم وفي الشكل وفي اللون وفي كل حاجه. بصوا شايفين سامعين، يعني حاجة جميلة مش قادرة اقول لكم. بصوا والطعم بقى خطير يا جماعة. يلا نروح نشوف الفيديو ونشوف ايه المكون اللي احنا هنضيفه اللي مبسط بتقول عليه، وان شاء الله ينجح معانا البسكويت ويطلعه جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس قبل ما نروح ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ ام باسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونعمل احلى بسكويت للعيد. يلا بينا، يلا نسمي بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه النهارده. مقادير النهارده انا عندي 450 جرام من الزبده. 450 جرام يعني حوالي نص كيلو زبده الا 50 جرام، معروفه يعني ممكن تجيبيها وتوزنيها لو عندك ميزان، او تقولي للسوبر ماركت لو جايباها سايبه انا عايزه 450 جرام. تمام، هنحط عليهم 450 جرام سكر بودر، مش كتير يا ام باسل، لا كويس. السكر البودر 450 جرام بمثابه 3 كوبايات من الاكواب المعياريه اللي هي دي. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ اهم حاجه قبل اي حاجه الزبده تكون يعني ماسكه نفسها كده، نضغط عليها تدخل لجوه بس ما تكونش سايحه. تمام، زي ما انتم ايه شايفين كده، اه بصوا نضغط عليها بس ما تكونش سايحه، تكون ايه متماسكه. انا النهارده هستخدم العجان، وهستخدم في العجان اللي هو السلاح اللي هو الشبكة ده. تمام، هضيف الاول، هقول بسم الله وهضيف الزبدة 450 جرام. وعليهم 450 جرام السكر البودر، ونبتدي نضربهم مع بعض ضرب كويس جدا جدا لغاية ما القوام عندي يكون فاتح ويبقى زي الكريم شانتيه بالظبط. هوريه لكم يبقى عامل ازاي. بسم الله، تعالوا نبص كده. بسم الله، شايفين القوام بقى عامل ازاي والشكل بقى زي الكريم شانتيه ازاي. نجاح البسكويت في الخفق اللي هو السكر والزبده كويس جدا زي ما انتم شايفين. وكنت كل شويه بفتح وبنزل اللي في الاطراف علشان ايه اضمن ان كله اتضرب زي بعضه. والعجان شغال عندي، هبتدي استخدم البيض. انا هستخدم 6 بيضات، بسم الله، وهضيف بيضه بيضه، مش هضيف البيض كله مع بعض، يعني احط 3 بيضات كده الاول هما، بسم الله، ونحط عليهم كيس فانيليا عشان الزفاره. تمام، ونحط عليهم كمان يعني ربع معلقة خل صغيرة، بصوا صوتة خبز، كده نستنى بسم الله بقى نضيف البيض واحدة واحدة اهو. بسم الله، أول بيضة تختفي طبعا خالص، وبعدين نبتدي نضيف التانية، تاني بيضة، بسم الله، وادي التالتة، وادي الرابعة، حطيت برضو عليها شوية خل صغيرين او ربع معلقة خل صغيرة، ادي الخامسة، اخر بيضة، وهحط عليها كيس الفانيليا التاني عشان اضمن ان ريحه زفاره البيض طلعت خالص. هبتدي بقى ايه
او راحت خالص، هنزل الحروف كده علشان لو في بيض او اي حاجه يبقى كله ايه اتضرب كويس. بصوا كده خلاص مرحله الشبكه عندي انتهت. كده بقى نبتدي نحط المكونات اللي هي الجافه. تعالوا نشوف ايه هي المكونات الجافه. شايفين العجينه جميله ازاي؟ بصوا شايفين هشه زي الكريم شانتيه، والبيت كله ايه اختفى فيه. انا هعمل النهارده كيلو دقيق ويكون متعدد الاستخدامات. لو في دقيق بسكويت مفيش مشكله، لو مفيش يبقى متعدد الاستخدامات وننخله. بصوا يا جماعه الاضافه الجديده اللي هنضيفها في البسكويت بتاعنا السنه دي، ودي اضافه جديده اول مره اعملها ان شاء الله هتعجبكم. انا عندي مسروق الكاسترد، انا مش هضيف نشا، هضيف كاسترد اي نوع انتوا بتفضلوه. هنضيف ايه؟ اربع معالق. الكاسترد بيعمل ايه يا ام باسل؟ المعالق اللي هي الاكل دي، ادي واحد معايا بس الاول، ادي اتنين تلاته، ادي اربعه. الكاسترد بيديله لون حلو قوي، وايه وبيديله ايه قرمشه في نفس الوقت، عشان الكاسترد طبعا فيه نشا. لو مفيش متوفر كاسترد عندك يبقى ممكن تحطي اربع معالق نشا، مفيش اي مشكله. عندنا كيس بيكنج باودر اللي هو الحجم اللي احنا عارفينه، نحط منه معلقه، بصوا معلقه كبيره كده، يعني كيس كله هو بمثابه معلقه كبيره. تمام، ما نكترش البيكنج باودر عشان ايه ما يفرش. بعد ما نخلت الدقيق بتاعي كويس اهو والباقي المكونات الجافه، هبتدي مش هحط الدقيق كله كميه واحده، يعني هنضيفه كده على حوالي اربع مرات كده. مثلا ايه نحط كوبايتين كده لغايه بس ايه ما يختفوا، ونبتدي نحط ايه الباقي. انا هحط سلاح الكف، لان الكف ده كاني انا بعجن بايديا بالظبط، او مش بعجن، بلم العجينه. انا عايزه الم العجينه مش اكتر. طول ما العجان شغال هبتدي هضيف الدقيق شويه بشويه. المفروض ان انا بضيف اخر كميه دقيق عندي اهي، شايفين بلم العجينه بس يا جماعه مش بعجن. لو بايدينا عادي ما فيهاش اي مشكله، بس انا بس ايه بوفر الوقت. العجينه بتاعتي خلاص، تعالوا بقى ايه نطلعها كده ونشوفها مع بعضينا ايه الاخبار. بصوا العجينه بتاعتي بعد ما لميت الحروف ولميتها وكلها وعملت ايه ليها اختبار. اختبار ازاي؟ دي النظيفه احط ايدي على العجينه كده، طالما ما لزقتش وطلعت عجين في ايديا يبقى العجينه بتاعتي مش محتاجه دقيق. بصوا اهي تمام وزي الفل. لو حسيتي ان هي بتطلع عجين في ايديكي، عجين بقى كده لازق في ايديكي، تضيفي ربع كوبايه دقيق بس على كيلو الدقيق، لان طبعا دي بتاع غير بتاعكو غير بتاع اي حد، يعني مختلف من مكان للتاني، فاهمين يا جماعه؟ انما لو لقيتي كيلو الدقيق حطيناه ومش محتاجه اي حاجه وما بتلزقش، يبقى مفيش داعي ان احنا نضيف ربع كوبايه الدقيق. تمام، هسيبها اركن العجينه دلوقتي، هغطيها واسيبها على جنب عقبال ما احضر الحاجه اللي احنا هنشتغل بيها. انا النهارده هشتغل بكيس حلواني. تمام، هحط بقى ايه العجينه بتاعتي هنا كده، بسم الله، حطها بايديا امسكها كده بايديا. بصوا بعد ما حطيت في كيس حلواني وقطعته، انا عندي اللي هو الكيس القماش مش عايزه اوسخه، هحط ده جوه ده كده. تمام، والشكل بتاعه بيبقى راكب اهو. بصوا تعالى بقى كده نقول بسم الله ونجرب. بسم الله، هقرب لكم كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في الشكل الجميل ده؟ هعمل لكم زوم. بصوا ده الشكل اللي هو ايه بيبقى رقيق كده، يدينا شكل رقيق. بصوا انا بيبقى معايا سكينه بأساوي كل الاطراف دي كده بعد كده، او لو في زياده ممكن نشيلها. بصوا حبايبي خلصت الشكل اهو، خلص على طول واحطه في الفرن على درجه حراره 180، وناخد بالنا علشان ايه الشكل اللي انا عاملاه ده رقيق، يعني مش هيغيب في الفرن.
بصوا الشكل التاني جميل ازاي. بصوا هقول لكم عملته ازاي. بصوا طبعا البلبلة دي هتنزل كده رفيع. بصوا هنعمل ايه، هعمل كده اهو، وهعمل جنبها واحدة تانية تلزق فيها كده كده. لما هو هيدخل الفرن هيلزق في بعضه. شايفين؟ ايه رأيكم بقى في الشكل ده؟ استنوا هنسويه بقى كده، بس اعمل لكم زوم الاول اهو. نقطع الحتة دي كده ونسويه كده. ايه رأيكم بقى في الشكل الحلو التحفة ده؟ شايفين؟ ريحة بقى البسكويت الصينية اللي انا حطيتها بانت اهي. حبايبي نفس الرص اللي احنا عاملينها بنفس الشكل، هو هو ولا فرش ولا جراله اي حاجة. شايفين السوا بتاعه؟ مش قادرة اقول لكم بقى. والريحة خطيرة يا جماعة، حاجة تحفة. بصوا شايفين؟ ولا لازق ولا اي حاجة. اظن انتوا سامعين بقى صوت الخرفشة بتاعته. شايفين؟ عايزين بقى تخنوا اكتر من كده، تخنوا زي ما انتوا عايزين على حسب الاشكال اللي عندكم. بصوا مقرمش وتحفة. طلع بقى ايه الشكل التاني من الفرن ونشوفه برده شكله عامل ازاي. عايزة اوريكم الشكل التاني اللي انا خبزته. بصوا هو بس كام واحدة كده في النص، اللون غمق بتاعها، بس بصوا شايفين الجمال؟ شايفين التسوية الحلوة؟ بصوا الشكل حاجة تحفة. بصوا سامعين؟ حاجة جميلة جدا، يا دوبك ما بيستحملش. بروح ايه مطلعه حاطه على طول قبل ما اعمل الصاج اللي بعده واحطه. هقول لكم شويه ملاحظات كده بعد ما نخلص الحاجات دي قابلتني، لازم تعملوها علشان يطلع معاكم ناجح بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حبايبي انا خلصت كل الكميه، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ بصوا شايفين السوا؟ وفصلت لكم الاشكال كلها عن بعضها علشان ايه تشوفوا كل شكل بيبقى طالع عامل ازاي. بصوا شايفين السوا؟ بجد الكاميرا ظلمه الحاجه او ظلمه البسكويت. بصوا شايفين حاجه جميله، حاجه تحفه. شايفين الجمال؟ حتى لما الكاميرا بتتعدل كده او الموبايل بتعدل بيبين لكم ايه لونه الاصل. عايزه ارفعه لكم كده يمكن يبان شويه. شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى على كم ملحوظه كده انا لاحظتها. اولا احنا عملنا الشكل اللي هو ده اللي هو العريض، بس مش اللي هو التخين، الرقيق هيدينا اللي هو الشكل الرقيق ده اللي انتوا شايفينه. لو انتوا عايزينه رقيق بالشكل ده كده طبقه رقيقه، تمام. عملنا اللي هو ده الشكل اللي هو العريض اللي هو ده زي ده، بس العريض زي ده بس اللي هو ادخن سنه. الرقم اللي بعده ادانا زي ما انتم شايفين كده اهو، ادخن شويه لو انتوا عايزينه ادخن شويه. عملنا كمان اللي هي النجمه اهو. بصوا شايفين؟ لو انتوا بتحبوا الاشكال التخينه، كل شويه بحاول اعدل لكم في الكاميرا علشان تبان ويبان السوا. بصوا شكله عامل ازاي. وبرده في النجمه اللي هي الرفيعه اللي انا عملت جنبها يعني ايه خطين جنب بعض، اداني الشكل اللي هو المخرفش ده اللي انتوا شايفينه. بصوا سامعين؟ بصوا بجد فاهمه حكايه. عملنا برده الشكل ده، عملت برده منه شكل كده اهو. عايزه اقول لكم بس كمان، انتوا لو لاحظتوا ان انا حطيت العجينه في كيس بلاستيك او كيس حلواني بلاستيك وبعدين حطيتها في الكيس القماش. ليه عملت كده؟ عشان الكيس القماش لو حطيتي فيها مباشره هيروح هيمتص الزبده اللي موجوده في العجينه كلها، وهتلاقي العجينه معاكي بتفرول ومش كويسه، تمام. شوفوا الاشكال كلها موجوده عندكم قبل ما تسوي اي حاجه، شوفي الشكل علشان يعني يديك الشكل اللي انت محتاجاه.
غير كده احنا ضفنا كيس بيكنج باودر، شايفين الرسمه زي ما هي، ما جررهاش اي حاجه خالص، ما فرش، نفس الحجم اللي احنا عاملينه هو هو مظبوط، بس فرق بس ان البلبله بتبقى كبيره، دي بتبقى رفيعه، على حسب الايه الارقام بتاعت البلبله اللي انت بتعملي بيها. سويته من تحت وبعدين ولعت له الشوايه، اللون بتاعه ده كده كويس وجميل قوي، مش محتاج ان انت تغمقيه عن كده. اتبع التعليمات اللي انا قلتلك عليها، هيطلع معاكي بسكويت زي الفل جميل، وما شاء الله هيرمي معاكي كمية. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشترك في قناتي وتعملي شير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد. جربي يلا البسكويت بالطريقة دي وبالاضافة اللي قلتلك عليها وبالملاحظات اللي قلتلك عليها، ولو في اي حاجة اكتبيها لي في الكومنتات. اشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفة سهلة وسريعة من مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.